مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بيت بيوت. كلنا بنعرف الشهيد الراحل ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين السابق الله يرحمه. كلنا بنعرف قديش هو كان حد حنون، أب حنون لكل الشعب الفلسطيني، قديش كان رئيس ثائر وقائد وأسطورة بالنسبة لكل الفلسطينيين. كتير من الأصدقاء حابين يعرفوا أكتر وأكتر عن هذا الرئيس الراحل الرمز أبو عمار، بس كيف بدنا نعرف عنه أكتر؟ بهاي المنطقة أصدقائي الأطفال بغزة تحديدا إحنا موجودين، رح نكون قريبين هلأ من بيت الراحل أبو عمار. بهذا البيت حاليا تحول لمؤسسة، مؤسسة ياسر عرفات. رح نلاقي حد جوا ويعرفنا عليها. طبعا بتخيل هون جوا في رح يكون اللواء عرابي كلوب. اللواء عرابي كلوب رح يحكينا أكتر عن الراحل أبو عمار، ورح يحكينا عن تفاصيل البيت اللي كان بيعيشه أبو عمار وبنته وزوجته في مدينة غزة. تعالوا معي، تفضلوا حبايبي. يلا طبعا هون بيستنوني مجموعة كمان من الأصدقاء المميزين اللي حابين يعرفوا أكتر عن الراحل أبو عمار، حابين يعرفوا معلومات كتير، وحابين يشاركوا كمان بقصائد حلوة وسط ذكريات الراحل أبو عمار في بيته، في تفاصيل بيته الحلوة. وبالنسبة إنا حاليا حزينة، إحنا بنفوت عليها وحزين نشوف المكان اللي كان لأبو عمار، بيته وتفاصيل حياته من غير وجوده. تعالوا معي، تفضلوا يا حلوين. جاهزين؟ كلكم جاهزين؟ يلا تعالوا. طبعا عم بيستنانا هون اللواء الركن عرابي كلوب، رح نحكي له عمه، وعمه هو رح يعرفنا على كل التفاصيل اللي جوا. مرحبا عمو، كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا فيك عمو. رح نطلب منك اول شيء جيل النصر اللي كان يسميهم دائما الشهيد الرمز الاخ ابو عمار، هؤلاء جيل النصر. عمو احنا كثير متشوقين نعرف الاكثر عن ابو عمار الراحل الرمز ابو عمار. كل الاصدقاء هون اكيد في كل واحد فيهم عنده جزئيه بسيطه بيعرفها، ولكن انت عندك الاكثر والاكثر، واكيد في عندك الاكثر كمان في تفاصيل هذا البيت اللي بالنسبه لنا اليوم حزين رغم انه بيحمل كل ذكريات الراحل ابو عمار. بالبدايه شكرا لاختي ولاء، وكل التحيه والتقدير لتلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبيه والمحافظات الشمالية، وبنرحب في الإخوة والأخوات اللي أتوا لزيارة منزل الشهيد القائد ياسر عرفات، واللي تحول فيما بعد إلى مؤسسة ياسر عرفات حتى نقوم بالحفاظ على الإرث التاريخي للشهيد الرمز من المنزل والمقتنيات الموجودة في المنزل وما تبقى من الهدايا والأشياء التي كان التي كان يستلمها الأخ أبو عمار أو تسلم له كهدايا موجودة في هذا المنزل. هذا المنزل هون هي الزاوية شو عمو؟ هذا المنزل كان يعيش فيه الأخ أبو عمار فترة من الوقت أثناء وجوده في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة. هذا إمتى عاش فيه تحديداً؟ بدأ عاش فيه يعني بعد وصوله عام 94 إلى قطاع غزة، وحضور السلطة الوطنية الفلسطينية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية، حيث كان يداوم في المنتدى المقر الرئيسي للرئاسة، ومن ثم كان يأتي إلى هذا المنزل اللي تم شراؤه بعد وصوله إلى أرض الوطن عام 94. هذا المنزل بتكون من 5 غرف، هنا المكتب الرئيسي تاع الأخ الرئيس الشهيد القائد أبو عمار اللي كان بيداوم فيه بعض الساعات يعني من الوقت أثناء وجوده في هذا البيت. طاولة متواضعة، كرسيين، مكتب متواضع. هذا هو يعني هذا بدلل على كيف العيشة اللي كان يعيشها الرئيس الشهيد القائد أبو عمار. زي ما انتم شايفين اصدقائنا، هذا مكتب الراحل ابو عمار كثير متواضع. بتخيلش انه في رئيس بالدنيا مكتبه بيكون بهذا التواضع وبهاي البساطه. اكيد كان هو بتواضعه وببساطته بحاول يكون او قريب من اولاد شعبه كلهم، والحمد لله قدر خلال فتره حياته انه يكون، ولحد اليوم هو ساكن فينا لانه كان قريب من كل حد فينا الصغير والكبير. وهذا بيته اكيد فوق، انا جيت زياره قبل هيك وتفاجأت بالتفاصيل قديش هو كان بيعيش حياة بسيطة مثل أي فرد من أفراد الشعب. بس المكتب أنا متخيلتش يكون هالقد بسيط. لا، هذا هو الموجود، وهذا المكتب يعني أصبح عمره في حدود 23 سنة، ما زال هو
الموجود في بيت الرئيس الشهيد أبو عمار. إذن ننتقل لمكان ثاني. الآن ننتقل إلى الصالة هنا. هذه الصالة تحتوي على عدة صور تاريخية للشهيد الرمز أبو عمار أثناء وجوده في الدراسة. أعتقد من ثالث إعدادي يمكن أو أول ثانوي هذه الصورة، ومن ثم ما وجدناه من التسلسل التاريخي للصور تاعت الزعيم الراحل الأخ أبو عمار. هذه صورة لما كان رئيس اتحاد طلبة فلسطين. هذه صورة قدمت وثيقة بالدم مكتوب عليها ثلاث كلمات للرئيس الأول لجمهورية مصر عام 52 بعد ثورة يوليو للواء محمد نجيب، كتب عليها لا تنسى فلسطين، ثلاث كلمات فقط. هذه صورة مع الشهيد صلاح خلف أبو إياد والشهيد أبو علي إياد في الصين عام 67، وبعض الصور المتنوعة اللي يعني استطعنا أن نجمعها ونحطها في المدخل تاع هذا الصالون. المؤسسة جمعت هاي الصور، ما كانت موجودة قبل. لا لا لا، الصور هذه لم تكن موجودة، وهناك صور أخرى قاعدين يعني باستمرار قاعدين بنسوي عملية تحديث للصور الثانية. هنا في المدخل الرئيسي وضعنا رؤساء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد الشقيري رحمة الله عليه، أول رئيس للجنة التنفيذية عام 64. الأستاذ يحيى حمودة استلم اللجنة التنفيذية في نهاية ديسمبر 67 إلى فبراير 69. الشهيد الرمز أبو عمار، ومن ثم تولى الرئاسة الرئيس محمود عباس. هنا الرئيس المجلس الوطني الفلسطيني خالد الفهوم، سيد الشيخ عبد الحميد السايح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. هنا الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية، الرفيق سليمان نجاب، الرفيق الدكتور سمير غوش، الرفيق زهير محسن، الرفيق جورج حبش، الرفيق أبو علي مصطفى، الشيخ أحمد ياسين، الدكتور فتح الشقاقي، الدكتور عبد الوهاب الكيالي، الرفيق عبد الرحيم أحمد، الرفيق جميل شهادة، الرفيق طلعت يعقوب، الرفيق محمد عباس، الرفيق عمر شلبي أبو أحمد حلب. هؤلاء الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية، لأنه هذا البيت يعني زي ما أطلقنا عليه هذا بيت الشعب الفلسطيني، هذا بيت الأمة وليس بيت حركة فتح أو تنظيم آخر، هو الجامع لكل الشعب الفلسطيني. عشان هيك إحنا أطلقنا عليه بيت الأمة وبيت الشعب الفلسطيني. للعلم أصدقائي الأطفال، هذا البيت مفتوح لكل حد حابب يعرف أكثر أو حابب يجي ويسترجع أي ذكرى لأبو عمار. إحنا مجرد حبينا أنه نيجي ونشوف مع بعضنا بيت أبو عمار، على طول جينا ودقينا الباب وقدرنا نفوت بكل سهولة، لأنه زي ما حكى سيادة اللواء هذا البيت صار مفتوح لكل الشعب لحتى ييجوا ويعيشوا لحظة من لحظات أبو عمار الراحل القريب على قلوبنا كلنا. نستكمل؟ تفضل. أبو عمار، أبو عمار، اسمك في قلبي كتبته، دم الفداء عدروبك سكبته. هذا المكتب الإداري اللي بداهم فيه، وضعنا فيه صور القادة التاريخيين لحركة فتح، أعضاء اللجنة المركزية وعددهم 16. من البداية الشهيد عبد الفتاح حمود المهندس عبد الفتاح حمود استشهد عام 68، الشهيد أبو صبري استشهد عام 71، الشهيد أبو علي إياد استشهد في 71 في أحراش جرش، الشهيد محمد يوسف النجار والشهيد المهندس كمال عدوان استشهدوا في 10/4/73 في فردان في الغارة الإسرائيلية عملية الاغتيال الشهيرة، الشهيد المفكر ماجد أبو شرار مسؤول الإعلام المركزي لحركة فتح استشهد في روما في 81، الشهيد القائد الجنرال سعد صايل استشهد في عملية اغتيال جبانة بعد خروجنا من بيروت عام 82، الشهيد أول الرصاص وأول الحجارة خليل وزير أبو جهاد استشهد في العملية الجبانة في 16/4/88، الشهيد القائد صلاح خلف والشهيد القائد هايل عبد الحميد استشهدوا في 14/1/91 في عملية اغتيال، الشهيد صبحي أبو كرش استشهد في 94، الشهيد خالد الحسن المفكر الاستراتيجي للثورة الفلسطينية استشهد في 94، الشهيد ابن القدس فيصل الحسيني استشهد عام 2005، الشهيد صخر حبش المفكر والأديب والكاتب والشاعر استشهد في 2011، الشهيد
هاني الحسن استشهد في 2013 الشهيد الأديب والكاتب والمفكر والسياسي وال يعني رحمة الله عليه أبو عبد الله، يعني لا توجد كلمات أعبر عنها لأنه من الأصدقاء يعني اللي مش قادرين إنه في حقه استشهد العام الماضي أثناء إجراء عملية في الهند في عام 2016. الله يرحمهم جميعا. هان في مجموعة من الإخوان، هنا الدكتور حيدر عبد الشافي عضو المجلس التشريعي ورئيس جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة ومن السياسيين المخضرمين في قطاع غزة، الرفيق أبو ماهر اليماني عضو اللجنة التنفيذية وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من كان يطلق عليه الشهيد ياسر عرفات ضمير الثورة، الشهيد كمال بطرس ناصر استشهد مع الشهيد محمد يوسف النجار وكمال عدوان في عملية فردان 73، الشهيد غسان كنفاني الكاتب والأديب والمؤرخ استشهد في عملية تفجير في 72 في بيروت، الشاعر سميح القاسم، الشاعر معين بسيسو، الشاعر محمود درويش، الأخت الفاضلة نجلاء ياسين الناصر مديرة مكتب الزعيم والرئيس القائد على مدار 30 عام، الشهيد عبد القادر الحسيني قائد معركة القسطل، المفتي الحج أمين الحسيني. هنا بعض الشخصيات العربية اللي شاركونا يعني لقمة العيش في الثورة الفلسطينية منذ بدايتها، الدكتور محجوب عمر، رؤوف ميخائيل عبد الصمد، عبد رؤوف ميخائيل صليبيا، دكتور محجوب ترك الحزب الشيوعي والتحق بحركة فتح وكان أول طبيب يفتتح عيادة في الطفيل عام 69، اللواء محمد توفيق الرسام حضر إلينا من الجيش الأردني عام 70 واستلم الإمداد والتمرين في حركة فتح، ومن ثم أصبح رئيسا لهيئة القضاء الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، المصور مراد عبد الرؤوف مصر الجنسية، مصور الأخ أبو عمار واستشهد في تونس في 85، الشهيد الأمير فهد الصباح من أصدقاء الأخ أبو عمار والداعمين له منذ انطلاقة الثورة، وكان متفرغا عام 68 وتصاب في معركة السلط في شهر 8 68، واستشهد أثناء يعني للأسف دخول القوات العراقية إلى الكويت في عام 90 أمام منزله. استوقفتني سيادة اللواء قبل ما ننتقل على زاوية تانية بعد الصور هون، وهذا اللي كنت بأكده لكل الأصدقاء خلال الحلقات الماضية، الشعراء والأدباء اللي موجودين هون بقائمة رفقاء الراحل أبو عمار واللي اعتبرهم رفقاء المقاومة كمان، رغم أنه كانت مقاومتهم هي فكرية وأدبية، وهيك أصدقائي بنعرف قديش أنه إذا كانت المقاومة بالقلم، إذا كانت بالفكر، إذا كانت بالأدب، قديش بيكون لها تأثير. وأبو عمار الراحل كمان اعتبرها هي جزء مهم وكتير مهم. الشهيد غسان الكنفاني إذا بتقرأوا عنه بتعرفوا قديش هو كان كاتب مهم وأديب مهم فلسطيني، لهيك تم اغتياله. الشاعر محمود درويش حكينا عنه كتير وبنحكي عنه كتير في حلقاتنا وحلقاتنا السابقة والحلقات القادمة، بيضلوا نموذج كمان يعني مشرف لإلنا، هو كتبه عمليا لأنه حكى عن فلسطين بطريقة حلوة ومؤثرة، ترجمت للغات مختلفة، وهذا الإشي بيوصل لكل العالم، وهذا الإشي إحنا بنكون فخورين فيه لما أدبائنا وشعرائنا بيوصلوا لكل العالم وبيكونوا وسائلهم في المقاومة الأدبية والفكرية هي مؤثرة. فبتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاي القصة، أوكي؟ تمام؟ يعني كل واحد فيكم ممكن يكون مقاوم بالمستقبل. أنا الأخوة القادة اللبنانيين الزعماء اللبنانيين الداعمين ل حركة فتح وثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، الشهيد كمال بيك جنبلاط زعيم الحزب التقدم الاشتراكي ورئيس الجبهة العربية المساندة للشعب الفلسطيني، الشهيد جورج حاوي زعيم الحزب الشيوعي، الشهيد معروف سعد من القيادات التاريخية ورئيس اتحاد عمال لبنان في صيدا، كلهم كانوا من الداعمين للثورة الفلسطينية استشهدوا في الساحة اللبنانية. الله يرحمكم جميعا. تفضلوا، لوين رح تاخذنا هلا سياده اللواء؟ بدنا ناخذكم على الغرفه اللي الخاصه بالاخ ابو عمار، غرفه منام. صلقوا اسسوا
حوالهم قائد مغوار اسمه الياسر ابو عمار كرامة وعز وشهاد صلح خالف ابو اياد قائد مثله ما بيصير ابو جهاد. زي ما انتم شايفين اصدقائي احنا داخلين على غرفة النوم الخاصة بالراحل ابو عمار. فيش ابسط من هيك. هذه الغرفة المتواضعة اللي الكل الان لازم يشوف هذه الغرفة وكيف كان يعيش الرئيس الراحل الشهيد ابو عمار. هذه غرفة النوم المتواضعة. اعتقد انه كل واحد في بيته عنده غرفة يمكن افضل منها او اغلى منها او احسن منها او اجمل منها. هذه البساطة اللي كان يعيش فيها اخونا ابو عمار. هذه الخزانة تحتوي على بعض الملابس اللي وجدناها في البيت وقمنا بغسلها وتعقيمها. هذه هي الملابس العسكرية اللي كان يرتديها الرئيس الراحل ابو عمار طيلة 40 عام. طبعا ما كان يختار انواع ذات جودة عالية من الملابس ولا طريقة حياة غالية او غنية، لا، ولا كان بحب يعيش مثل الملوك ولا الرؤساء العاديين. هو زي ما انتم شايفين وزي ما احنا شايفين اصدقاء الاطفال طريقة حياته بسيطة مثل اي مواطن بالشعب الفلسطيني. هذه بعض الشراشف والاحرامات اللي كان غسلناها ونظفناها ورتبناها وعقمناها وغسلنا السرير والمخدات حتى نحافظ عليهم. نفس الفرشة هاي؟ نفس الفرشة ونفس المخدات ونفس كل الأشياء ما تغيرش. الآن ننتقل للصالون اللي كان يقابل فيه بعض الإخوان هنا. هذا الصالون اللي كان يستقبل فيه زواره. صالون متواضع. واضح. سوينا بعض الصور حتى يكون لمسة جمالية من الصور اللي كان للقادة التاريخيين للدول الأوروبية اللي كان الأخ أبو عمار باستمرار يزور هذه الدول. ما خلاش دولة يمكن في العالم إلا زارها. هناك مجموعة أيضا من الصور سنقوم في المستقبل بإحضارها وضعها حتى تكتمل كل الصور. هنا الرئيس كاسترو، الرئيس جاك شيراك، الرئيس بريجنيف، السيدة أنديرا غاندي، رئيس وزراء اليابان، رئيس وزراء إسبانيا، رئيس الصين، حاكم العسكري لباكستان، البطريرك ميشيل صباح، الرئيس جوزيف بروستيتو، الرئيس الأندونيسي، رئيس وزراء اليونان أباندريوس، الرئيس الروماني شاوشيسكو. هذه بعض الصور اللي قدرنا الان. احكي لنا، بما انه انت قعدت فتره طويله مع سياده الرئيس وكنت بتعرفه اكثر عن قرب وبتعرف تفاصيل اكثر، احكي لنا عن مواقفه مع الاطفال، خاصه احنا كلنا بنعرف قديش هو كان بيحب الاطفال وقديش كان بيدعمهم وبيهمه دائما انه اطفال فلسطين يكونوا سعداء، وكان على ثقه انه طفل من اطفال فلسطين هو اللي راح يرفع علم فلسطين. يعني يمكن في القدس باستمرار دائما لقب عمار للأطفال والأشبال كان يسميهم جيل النصر. هؤلاء الأطفال هم الذي سيأتي منهم طفل أو طفلة أو زهرة أو شبل يرفع علم فلسطين خفاقا فوق مآذن القدس وكنائس القدس. يعني كان يمكن الدمعة تنزل من عينه عندما يشوف الأطفال. يعني أفضل موقف وأحسن موقف يتقابل فيه الأخ عمار كان مع الأطفال ايا كان في اي ساحه، ان كان في سوريا في لبنان في الاردن في فلسطين هنا. يعني كان الاطفال هو الشغل الشاغل عند الاخ ابو عمار دائما يعتني في قصه الاطفال. عندنا كان ابناء الشهداء الله يرحمهم. لسه كنت بدي اسالك من البدايه، من بدايه انطلاقه الثوره. من بدايه انطلاقه الثوره ان كان في الاردن او سوريا او لبنان، من بدايه انطلاقه الثوره بدا في تشكيل مؤسسه الشؤون الاجتماعيه لرعايه اسر الشهداء والجرحى، ومن ثم كونوا مدرسة أطلق عليها مدرسة سعادة الطفولة أو بيت المقدس في تونس، وهذه استمرت من الأردن وحتى لبنان ومن ثم تونس وبعدها في غزة. كل أبناء الشهداء كانوا هؤلاء الأطفال أو البنات ينتموا إلى هذه المدرسة. يعني الأوقات الذهبية اللي كان الأخ عمار ينبسط فيها وجوده مع أبناء الشهداء.
إن كان في رمضان أو في مناسبات ثانية أو في الأعياد، كتير كانت يعني هذه يعني لها تأثير خاص عنده. أكيد طبعا. كتير كان يهتم في بالنسبة للأطفال وخاصة أطفال الشهداء، ربنا يرحم كل طيب شهدائنا. قبل ما ننتقل على مكان تاني ببيت الراحل أبو عمر، حد عنده استفسار؟ حد بيحب يحكي كلمة بهذا الخصوص؟ مين اللي كان حابب يسمعنا جزء من القصيدة عن الراحل؟ تفضل. انت القائد وانت الوالد وانت حبيب الشعب، وانت اللي فجرت الثورة وانت الرقم الصعب. يا بطل السلام وسلام الشجعان، يا بطل السلام وسلام الشجعان. المقطع. برافو، شطورة 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 يا حلا. بدنا ننتقل لنفس الطابق نوريهم الصور اللي جمعنا، بعض الصور صور الأخ أبو عمار مع بعض الأطفال. وضعنا مجموعة من الصور للأطفال اللي كان دائما الأخ أبو عمار يعتز ويتباهى في هؤلاء الأطفال أو أشبال فلسطين. هذه بعض الصور اللي موجودة اللي حطناها، وإن شاء الله يعني في المستقبل نجيب صور أخرى. ياسر والبارود رفاق، ياسر والبارود رفاق، والشاهد خندق وسجاد، والشاهد خندق وسجاد. ياسر والبارود رفاق، ياسر والبارود رفاق، والشاهد خندق وسجاد، والشاهد خندق وسجاد. ياسر والبارود رفاق، والشاهد خندق وسجاد، ياسر والبارود رفاق، والشاهد خندق وسجاد. والوطن بيصرخ مشتاق، والوطن بيصرخ مشتاق للشعب بيحكي. يعني هنا الصالون اللي كان يستقبل فيه الأخ أبو عمار زواره، إن كان رؤساء عرب أو أجانب أو رؤساء وزراء أو وزراء خارجية أو مسؤولين لمنظمات دولية، كان يستقبلها. هذا الطابق تم بناؤه بعد عامين من شراء المنزل اللي تحت، لأنه كان المنزل اللي تحت يتكون من 5 غرف فقط، فتم توسعة هذا المبنى صار طابق ثاني. هذا جناح اللي هو بيستقبل فيه، هنا في جناح لمدام سهى وبنته مع المربية، غرفة يعني عادية الآن حتشوفوها، بس هي غرفة أبسط ما بتتخيلوا. يعني حتشوفوا الغرف، ممكن تكون عندكم غرف أفضل من هيك وأرقى من هيك، غرف حتشوفوا المقارنة بين كيف عيشت مدام أبو عمار وبنت أبو عمار، وكمان غرفة أبو عمار اللي تحتيها اللي شفتوها. غالي يا أبو عمار، غالي غالي يا أبو عمار، وحق اسمك على خط النار، عقدك علينا كمل المشوار، اصمد وحق اسمك على خط النار. يشهد لك الصمود يا ختيار في بيروت، واحنا قطعنا وعود يا سر حي ما بيموت. يشهد لك الصمود يا ختيار في بيروت، واحنا قطعنا وعود صاحب الفكرة. غالي يا ابو عمار، غالي غالي يا ابو عمار، غالي. احنا موجودين آخر طابق، أعلى طابق، بس إحنا بين مكتبة كبيرة فيها كتير كتب. حابين نعرف هاي المكتبة شو كانت بالضبط قبل ما تحولها مؤسسة ياسر عرفات لمكتبة. سيادة اللواء، هاي كانت مكتبة سابقا؟ لا هذه كانت صالة بس فقط. صالة؟ كان يمارس فيها الأخ أبو عمار الرياضة صباحا قبل ما ينزل على المقر الرئيسي في المنتدى. إحنا يعني وجدنا عدة كتب في المقر أو البيت تاع الأخ أبو عمار، أكثر من 400 إلى 500 كتاب، فبادرنا أنه
ليش ما نجمع هذه الكتب ونساوي مكتبة شاملة تجمع تاريخ فلسطين، تجمع الكتب اللي صدرت عن الشهيد الأخ أبو عمار، تجمع كتب عن الانتفاضة الفلسطينية، عن الأسرى الفلسطينيين، مجلة فلسطين الثورة، كل ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني حتى تكون يعني مرجعية. مرجعية للدارسين في المستقبل. وفي عندنا كتب يعني متنوعة فيها من الشعر والأدب والقصة والقانون و يعني كل ما شؤون فلسطينية، الوقائع الفلسطينية، الدراسات الفلسطينية، مجموعة كتب عن الشهداء الفلسطينيين من كل التنظيمات الفلسطينية اللي سقطوا على أرض الوطن. سيادة اللواء مؤسسة ياسر عرفات، إضافة لأنه هي مؤسسة هدفها تحافظ على إرث أبو عمار ومقتنياته، هي كمان لها أهداف وطنية أكاديمية أخرى. بالضبط. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
لك الأمس واليوم وغدا، فقم شجرا كن بحرا دم نصرا. هنا باقون. الهدف من إنشاء مؤسسة عرفات بناء على المرسوم الرئاسي اللي صدر من السيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس دولة فلسطين برقم 5 لعام 2007 إنشاء مؤسسة ياسر عرفات. هذه المؤسسة مؤسسة شبه حكومية غير ربحية، تعتني هذه المؤسسة بالحفاظ على الأرث التاريخي للزعيم الشهيد الرئيس ياسر عرفات، ومن ثم يعني تقوم بأعمال أكاديمية، أعمال اجتماعية، أعمال إنسانية. حلو. بالنسبة ل ما يتعلق في يعني قوانين المؤسسة أو الأهداف العامة، الأهداف العامة للمؤسسة. إذا كانت هون صالة فاضية أصدقائي الأطفال، فيها بس آلة خاصة بالرياضة صح؟ أنا هيك معلومات الخاصة أنه كان في آلة خاصة كان يمارس فيها الرياضة قبل ما يوميا قبل الذهاب إلى المنتدى الأخضر. رح ننتقل هلأ أصدقائي الأطفال، إحنا كنا وسيادة اللواء لمتحف تم تجميع كافة مقتنيات تراثية فلسطينية في إحدى الغرف التي كان يسكنها الراحل أبو عمار في هذا البيت. احنا هلا داخلين اصدقائي الاطفال على المتحف اللي تم تاسيسه من قبل مؤسسه ياسر عرفات. هون ما بعرف شو كان، هلا رح يحكينا سياده اللواء، ولكن زي ما انتم شايفين حاليا اصدقائي هو متحف فيه مجموعه من المقتنيات القديمه التاريخي التراثيه الفلسطينيه من اتواب من ادوات. احنا رح نعرف اول شيء شو كان هون فيه، وبعدها رح نعرف شو الاشياء بالتفصيل الموجوده حاليا. سياده اللواء، اول شيء شو كان هذا المكان؟ هذه البداية هذه غرف يعني كانت مستودعات كل المقتنيات هذه الموجودة والدروع كانت هذا يعني الأخ أبو عمار من الخارج أو من الداخل من جامعات من اتحاد العمال من نقابات، فجمعنا كل هذه الدروع وكل المقتنيات النحاسية وقمنا بإعادة تنظيفها وتظبيطها لأنه كلها كانت يعني شبه مدمرة، وبدأنا نجمعها وحطناها في شبه متحف يعني بدناش نسميه متحف لا بس شبه يعني حتى يكون للإخوة الزوار. وجدنا أيضا في البيت بعض المطرزات عن مدام سهى، فغسلنا كل هالمطرزات وقلنا خلينا يعني التراث الفلسطيني مع المقتنيات مع الزروع مع اللوحات اللي تم إهداها للأخ أبو عمار حتى نخرج في شبه متحف صغير. صحيح. وبعض الإخوان والأصدقاء أهدونا بعض الثياب الفلسطينية، هذه المطرزات وهذه الأثواب وهذا التراث التاريخي للنساء والرجال الفلسطينيين مع المقتنيات والهدايا اللي يعني تم إهداها للشهيد الرامز أبو عمار. حاولنا أنه نساوي منها جزء ولو بسيط من المتحف حتى يكون مكمل البيت التاريخي للأخ أبو عمار بما فيها المكتبة والصور وغرفة النوم والصالون وكل المقتنيات الموجودة، كل هذه الأشياء الثلاثة بتكمل بعضها البعض. أكيد صحيح. للزائر حتى يطلع على كل ما يتعلق في العيشة اللي كان يعيشها الأخ أبو عمار داخل البيت المتواضع. سيادة اللواء، قبل ما نطلع من هذا المكان أكيد في تساؤلات عند بعض الأصدقاء أو في إضافات، حد حابب يسمعنا إشي؟ إحنا هلأ موجودين في البيت تاعه إنه اشتقنا له يعني حنينا لوجوده يكون معنا، بس إنه حاسين هلأ بروحه وبتحرك في هذا المكان. هو كان كتير رئيس مناضل ومتواضع وإشي منيح يعني. هو هلأ رحل توفى، وبس الرئيس أبو مازن بيمشي وبيصير على خطاه، وهو هلأ بيحمل الشعب إن شاء الله.
برافو عليك. ان شاء الله حبيبتي حابه تحكي شيء؟ تفضلي. فلسطين تعاني الاحتضار، تصرخ بوجه الإعصار، تعلن موعد انفجار بوجهك يا عربي، تقول أمنا فلسطين نحن الحرية منتظرين. بس آخر إشي قبل ما نطلع، صديقتي شو اسمك؟ زينة. كيفك يا زينة؟ شو حابة تسمعي؟ شعر. تفضل طلع على عمو برعي وسمعي. أيا تاريخ قف ساعة، أيا تاريخ قف ساعة، تبكي بها الدار، تصرخ الأحرار من وجع، وترسل إلى التاريخ رسائل الثوار. أن غاب قائدنا، غاب أبو عمار، أيا تاريخ لا تنسى معارك الليالي وأشواق الحصار، وعلى جبين الغد سجل وصمة عار بعد عار. أيا شعبي قف ساعة، أيا شعبي قف ساعة، تلوح بها الكوفية، يئز بها صوت الرصاص، تغني البندقية وتنادي، أيا شعبا ثائر تنادي، ياسر أبو عمار يا قائد الشعب الذي تربى على يدك، لا ننسى يا جبل ما يهزك ريح، يا رمز فلسطين ما زلنا كما كنا، شعب الرباطي وشعب الجبارين وشعب الصامدين الثائرين. أيا تاريخ قف ساعة من الذكرى على ذكرى ياسر، فما وطيت قصيدات بها نبكي على شهيدنا وقائدنا الياسر أبو عمار. برافو برافو. علمت الثورة وضليت، علمت الثورة وضليت، اتقاتل لا ما كليت. هون أصدقائي سور حديقة الراحل أبو عمار، مؤسسة ياسر عرفات حبت إنه ما تكون هذه الأسوار فاضية، فحبت إنه يكون فيها لمسة فنية لها علاقة بالآثار بالمعالم الفلسطينية. رح يحكي لنا عنها، عن تفاصيلها أكثر سيادة اللواء، تفضل. هذه الجداريات تفضل الفنان القدير بسام الحجار أبو سامي بعمل هذه الجداريات تبرعا وترحما على روح الشهيد القائد ياسر عرفات. بدأ بكنيسة القيامة، ومن ثم المسجد الأقصى، ومن ثم الصخرة، ومن ثم باب العمود، وباب الخليل، ومعركة عين جالوت، اللوحتين اللي هناك. صحيح. وهنا لوحة الفلاحات بتقطع العنب في موسم العنب في الصيف، هنا اللوحة الثانية المكملة إلها، فلاحات ب جيات من القرية بعب من البير تاع المية في القرية. ومن ثم هناك صورة للزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، كل هذه اللوحات أخذت جهد يعني على مدار 3 شهور قام فيها الفنان بسام الحجار، ووعدنا في المستقبل القريب أنه نكمل الجداريات في البيت من التراث الشعب الفلسطيني حتى تكون بصمة تاريخية للتراث الفلسطيني في مؤسسة ياسر عرفات. طيب سيادة اللواء، أنا والأطفال بما أنه هذا البيت مفتوح للكل، بنستأذن منك بما انك مسؤول هلا مؤسسة ياسر عرفات، وعرفنا انه بهاي المنطقة كانت بتعيش جارة الراحل ياسر عرفات، وحبينا ندعوها لنعرف عنها معلومات خاصة تفاصيل خاصة لها علاقة بالراحل ابو عمار. علا طبعا هي زميلتنا بالإذاعة وبالتلفزيون، احكي لنا خاصة بالتفاصيل الإنسانية اكثر، وانا وكل الاصدقاء اكيد حابين نعرف. صح؟ تفضلي يا علا. لما بدنا نبدأ نحكي عن الرئيس الشهيد ياسر عرفات، يمكن الكلام مش عارفة من وين أبدأ. بدي أحكي عن إنسانيته، عن طيبته، عن تواضعه،
عمرنا ما كنا ما كان رئيس بتعامل جارنا نتعامل معنا كجار مش إشي كبير أو هيك، كان متواضع جدا. على العيد، على كل عيد كان في أول يوم أو في ثاني يوم لازم بيدق علينا ولازم يجي يعيد علينا وبيشرب فنجان قهوة معنا. كانت أحيانا المدام سهى لما بتعمل حفلة عيد ميلاد صغيرة لتفرح زهوة، فكنا كانت بتدعينا بناخذ الصغار وبنروح بنحتفل معاهم بهذه المناسبة. طبعا إشي مصغر وإشي متواضع جدا زي أي بيت فلسطيني ما بيعمل حفلة صغيرة لابنه أو بنته. أول زيارة كان أول ما أجا يمكن بال94، فأول زيارة كان بيجي علينا، فكنا بنقول كان في إنه أبو عمار الرئيس أبو عمار بده يسكن في هذا البيت. البيت هذا قديم، يعني أقدم بيت تقريبا في المنطقة، يمكن بال50s أعتقد مبني أو بال60s، يعني قديم جدا. فالوالدة رحمة الله عليها فكانت بتقول له إنه هو في زيارة إلنا، بتقول له هذا مش من مقامك يا سيادة الرئيس، هذا البيت قديم وأنت مناضل ومجاهد والمفروض إنه يكون بيتك أفضل من هيك. فرد عليها بمنتهى التواضع، قالها البيت هذا كتير علي كمان. وللعلم يعني إحنا شاهدين بحكم قرب المكان إنه العفش اللي أنتوا شفتوه هذا ما انشراش جديد، ما شراهوش السيد الرئيس رحمة الله عليه، هذا العفش كان من الأول، يعني أخذ البيت والعفش هذا كانت أسرة فلسطينية بتعيش أسرة عادية وقعد على نفس العفش. أنا بشهد على الكلام هذا إنه طيب العفش. علا كان هذا العفش بالنسبة له بالنسبة للوقت هذاك قبل 94 بالفترة السابقة كان يعتبر من الأثاث الفاخر ولا كان متواضع؟ لا متواضع، متواضع متواضع جدا، وأي بيت فلسطيني متوسط عنده عفش أفضل من هذا العفش. حبيبتي علا احنا انبسطنا انه سمعنا شوي من ذكريات أبو عمار اللي حاضرة بذاكرتك بحكم الجير اللي كانت بيناتكم. شكرا لانك لبيتي دعوتنا وجيتي لحتى تشاركينا بهاي الذكريات، شكرا كثير حبيبتي علا. شكرا. طبعا اصدقائي الاطفال احنا حاليا خارج البيت، يعني بحديقه بيت الراحل ابو عمار. بسور البيت في جداريات حبت مؤسسه ياسر عرفات انه ما تخلي الاسوار فاضيه، حبت انه يكون في شيء فني تاريخي له علاقه بالمعالم الفلسطينيه، كونها كانت قريبه جدا وكونها كانت الشغل الشاغل لابو عمار، حبت انها تعمل عليها لمسه فنيه وطنيه تاريخيه، فبالتالي استعانت بالفنان الوطني بسام الحجار لحتى يعمل هاي الجداريات، ويبدو انه كمان عملها بكل حب وطنيا برضه. استاذ بسام اهلا وسهلا. حكينا أول إشي كيف خطرت في بالك هاي الأفكار وكيف أجت الفكرة أنكم تعملوا كل هاي القصص؟ والله أنا عندي مبدأ، أنا رجل الحمد لله أعتز بديني وبإسلامي وأعتز بفني. طبعا أنا بدي أحكيها باختصار، هذا اللوحات اللي أنا سويتها هي إثبات حق للشعب الفلسطيني، هو الحفاظ على الوطن من الضياع. ما هوش دشع ألوان أو فخرة أنقش عليها، هي تذكرنا في عاداتنا في طقوسنا. طبعا هذه اللوحات هي نغم في حياة قارئ اللوحة أو مشاهد اللوحة، الذكر في عاداته، الذكر في طقوسه، الذكر في أبو عمار كيف كان نضاله في فلسطين، أو الذكر في يعني في وطن المسلوب. هذا هو يعني أنا يعني وأتمنى أكون أعمل أكبر من هيك، ويعني وإن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله حكمل. شكرا كثير أستاذ بسام لأنك ساهمت في الحفاظ على بيت الراحل أبو عمار ودعمه من خلال فنك بهاي الطريقة الحلوة. شكرا كثير لك يسعدك. احنا أصدقائي هلأ صار الوقت لازم نشكر سيادة اللواء وننطلق بعدها لأماكن تانية، بس لازم نشكره على هاي الاستضافة وعلى هاي المعلومات اللي أعطانا إياها. سيادة اللواء بنشكرك كثير على هاي الاستضافة لإلنا، واحنا انبسطنا كثير، عرفنا معلومات كثير حلوه، مبسوطين اكثر بالطريقه الحلوه انكم حافظتم على كل شيء بخص الراحل ابو عمار وتطوير اي شيء، كمان اضافه الشغلات المهمه من مقتنيات اثريه وتاريخيه تراثيه فلسطينيه، وايضا المكتبه، تاسيس مكتبه هذا شيء كثير حلو من ناحيه وطنيه ومن ناحيه اكاديميه. شكرا كثير سياده اللواء. شكرا اخت ولاء، وشكرا للتلفزيون.
فلسطين، وشكرا للأشبال جيل النصر والزهرات، وإن شاء الله شبل أو زهرة برفع علم فلسطين فوق مأذن القدس وكنائس القدس إن شاء الله في القريب العاجل. كانت جولة رائعة كتير ومهمة أصدقائي الأطفال، مهمة كتير لحتى نعرف مين كان قائد دولتنا، مين اللي بلش بهاي الثورة، ومين كان له الأثر الكتير مهم بحياتنا. شخص كان عايش كل تفاصيل حياته بكل تواضع مثل ما كل فلسطيني عم بيعيش تفاصيل حياته، وإحنا شفنا هذا الحكي من خلال تفاصيل البيت اللي كان بيعيش فيه الراحل أبو عمر، إضافة لشهادات الناس اللي كانوا عم بيعيشوا حوالي. اليوم خلصت حلقتنا أصدقائي الأطفال، بس أكيد حبنا ووفائنا وإخلاصنا للراحل أبو عمار ما بيخلص. رح أودعكم على أمل أن نلتقيكم الحلقة الجاية بنفس الموعد. إلى اللقاء. غالي يا أبو عمار، غالي غالي يا أبو عمار.